احمد العدل اليوم السابع. فندم اهلا بحضرتك. انا كنت حابب اسال بس عن التعاون الكبير اللي بيتم ما بين الوزارات بشكل كبير وما بين الشركه المتحده للخدمات العالميه. حضرتك شايف ان ده يعتبر برضو ترويج؟ احنا بنروج للمهرجان ومدينه العالمين. المهرجان اضاف الوزارات، الشراكات الكبيره ما بين الوزارات دي بين المتحده، كل ده اضاف ازاي النسخه الحاليه من المهرجان وترويجا لمدينه العالمين؟ هو يعني مش هزود يعني، بس هخليني اقولها مره اخرى. اهم شيء طبعا ان نبرز شغل الدوله بكل مؤسساتها، وده اعتقد موجود، لان احنا كل يوم لما بنبرز عمل. النهارده مع اطلاق النسخه الثانيه من 100 مليون صحه، المواطن بيعرف حجم اللي الدوله بتعمله في هذا القطاع المهم جدا. لما هنتكلم بعد شويه مع الثقافه، ونتكلم على الرياضه، ونتكلم على اكثر من مجال اخر كده، يعني بنقدر نبرز من خلال هذه النوعيه من الفعاليات والاحداث الدولة بتعمل إيه للمواطن المصري، والمواطن يبقى عارف كويس قوي. لأن الأسلوب التقليدي في إن إحنا نطلع ببيانات وكل الكلام ده، مهما كان المواطن مش هيستوعب هذا الموضوع غير لما يشوفه على الأرض. وهنا بيبقى دي ميزة المهرجانات والفعاليات دي، إن المواطن بيلمس بعينه، بيشوف الموضوع بيتعمل إزاي، شايف الدنيا بيحصل فيها إيه. فبيبقى هنا ده بيساهم مرة أخرى في زيادة ثقة المواطن في اللي الدولة بتقوله وبتعمله، وده طبعا شيء مهم جدا مرة أخرى في تأكيد يعني التعاون ما بين جهات الدولة ووسائل الإعلام وعلى رأسها الشركة المتحدة.